تم الميزان فبعدوا عن أن تملكهم وطأة نفس أو وطأة هوى أو وطأة عصبية، فأقاموا الأمور على ذاك الميزان القويم الصحيح. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، وبذلك أقاموا الأمر على وجهه. وما عرفوا في مثل هذه الذكريات والأيام التي فيها من جملتها وفيات الأنبياء، وفيات الصحابة، وفيات أهل البيت الطاهر، وفيات الأكابر من الأمة، ما جاءت في كتاب ولا سنة تجديد حزن ولا تجديد جزع بقضاء الله وبقدره أولا. ثم كان لقاء جميع الأنبياء، جميع الأصفياء، جميع الصالحين، ومن عظام الصالحين سيدنا الحسين بن علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، الذي قضى الله أجله في مثل اليوم المقبل في يوم عاشوراء، وقتل في ذلك اليوم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كان كلهم لقاؤهم لله من أعظم الأعياد لديهم ومن أكبر المكرمات لهم. لقى الكريف الموت للمحسن الأواب تحفته، وفيه كل الذي يبغى ويرتاد. لقى الكريم تعالى مجده وسماء مع النعيم الذي ما فيه أنكاد. ومن كان عنده شعور بأن آباؤهم الذي تسببوا في هذا القتل، وبيظهر لنا اليوم الحزن، يقول اسمع إن كنت رضيت ما فعلوا فأنت منهم وبتحشر معهم، لأن من رضي بقتل أحد فهو شريك لصاحبه. ولو أن نفسا قتلت ظلما بأقصى المشرق فرضيها رجل بأقصى المغرب لكان شريكا في إثم القاتل والعياذ بالله تعالى. هذا الدين، وأما تصلحوا لنا شيء ثاني من عندكم تبتدعونه فلا هو إلا خبطة ورخبطة والعب والضحك، ما جاءت به آية ولا حديث ولا سنة ولا مسلك، لا لآل البيت ولا للصحابة ولا لصلحاء الأمة. أما إن كان رضيتم قتلتهم والعياذ بالله، وما بينفعكم لو قطعتوا نفسكم قطعة قطعة وأنتم راضين بقتلة الحسين، فمع قتلته يوم القيامة، وما قتلته إلا حطب جهنم والعياذ بالله جل جلاله. أما رضيتم ذلك فلا تزر وازرة وزر أخرى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وإن كان عندكم محبة لسيدنا الحسين فابحثوا عن طريقته فيكم وفي أفكاركم وفي معاملاتكم للمؤمنين ولعباد الله، وفي زهدكم في الدنيا، وفي بكاؤكم في الليل، وفي تنقية قلوبكم عن الشوائب. فهذه محبتهم ما تعرف إلا بهذه العلائم، ولا تعرف إلا بهذه الحقائق عليهم رضوان الله تعالى. وقد قتل أبوهم من قبله، ما عندكم محبة لأبيها وكيف؟ وكان في يوم السابع عشر وقتل قتل ظلم، وكان قاتله أشقى الآخرين، أشقى من قاتل الحسين. قاتل سيدنا علي أشقى من قاتل، كلهم أشقياء، ولكن قاتل سيدنا علي أشقى من قاتل الحسين. وما لكم حزن عليه، ولا حزن على واحد دون واحد، وإلا هي هواء وعصبية وكل مان فارغة تجي من هناك. أين القرآن؟ أين الهدي؟ أين السنة؟ أين الميزان؟ ما فعل؟ ما فعل علي بن الحسين يصلح من الكلمان هذا الفارغ؟ ما فعل محمد الباقر؟ ما فعل جعفر الصادق؟ ما فعل موسى الكاظم؟ ما فعل سيدنا علي العريضي؟ ما فعل عيسى بن محمد والده محمد بن علي العريضي؟ ما فعلوا؟ ما فعلوا من هذه الأشياء؟ وما تركوا، فعلوا الاستقامة، وفعلوا الصدق، وفعلوا الإناب، وفعلوا إرث الأسرار وإرث الأوصاف وإرث الأخلاق. فعلى ذلك الحال مضوا، وعلى ذلك السبيل مضوا عليهم رضوان الله تعالى. ما يعرفون بدعوى محبة أحد أن يسبوا أحد، ولا يعرفون بدعوى محبة أحد أن يظلموا أحد ولا أن يحقروا أحد، ولا يعرفون إثارة الشحنة والبغضة بين المؤمنين وبين المسلمين. هم حصون الأخوة الإيمانية، هم حصون المحبة في الله تبارك وتعالى. أحسنوا إلى من أساء إليهم، أحسنوا إلى من آذاهم، أرادوا الإنقاذ حتى لمن ضرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن لله غيره على أحبابه وأهل قربه في من اعتدى عليهم، قال سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهكذا، وما سمعتم مسلك الهدى
من الصحابة والتابعين وأهل البيت الطاهر أهل السنة الغراء ما يعرفون هذا العصبيات ولا هذا البغضة ولا هذا الشحنة ولا إثارة القلاقل بين الناس ولا إثارة الضغائن، ويعرفون الأدب والخضوع والخشوع وينزلون لكل منزلته وقدره. خذها مرسومة من قبل ربك، من قبل خلق السماوات والأرض، وعرضت على محمد ولا سب أحد ولا أمر بسب أحد ولا تكلم على أحد صلى الله عليه وآله وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها.